واحد منكم ربنا اداله حاجة ما حدش تاني خدها زيك. انت ايه موهبتك؟ انت ايه نقطة تميزك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الوقت مش كل ميسر على حاجة. الوقت احنا عملنا النجاح بدلة ضيقة، اللي مش هتيجي على مقاسه هيعيش مخنوق طول حياته. النجاح انك تبقى دكتور او مهندس او صيدلي او مش عارف ايه، انما الرسول ما قالش كده. الرسول قال كل ميسر. المفروض ان النجاح يبقى سهل علينا كلنا، بس لو كل واحد اكتشف النقطة بتاعته. لو انت اكتشفت ايه موهبتك، ايه الحاجة اللي انت بتحبها، نمي نفسك فيها، خد دورة فيها، اتعلمها، اشتغلها من الوقت، ركز فيها. اكبر اكتشاف في حياتك ان انت تكتشف نفسك، ان انت تكتشف نقطة تميزك، ان انت تكتشف ايه منة ربنا عليك، ان انت تكتشف ايه النقطة اللي ربنا ميزك بيها عن غيرك. الكل قاعد يبص في الحياة من بره ويشوف الدنيا عايزة ايه. الدنيا عايزة دكاترة، انا عايزة ابقى دكتور. لا، بص جواك ويشوف انت مميز في ايه. تاجر ناجح احسن من 1000 دكتور فاشل. ميكانيكي ناجح احسن من 100 صيدلي فاشل. مبرمج ناجح احسن من 100 مهندس فاشل. القضية قضية النجاح. انت ربنا ميزك في ايه؟ انت ايه نقطتك؟ نميها وركز فيها وربنا يفتح عليك بيها. انت ما انتش نسخة مكررة في الحياة. انت ربنا اداك حاجة غير الدنيا كلها، اكتشفها ونميها وتخصص فيها. هتبقى اضافة لدينك واضافة لدنيتك، وهتبقى كل ميسر. هتبقى ماشي في الحياة الدنيا سهلة ليك. ليه؟ لانك انت متجاوب مع مواهب الله ليك. مش عايز تعيش في جلابية غيرك، مش عايز تلبس بدلة غيرك، مش عايز، مش بتعبد رأي الناس ونظر الناس.